نروح مع حضراتكم واستعراض سريع لأهم الأخبار في محافظاتنا. البداية هتكون من محافظة أسيوط، حيث تم توريد 192 ألف طن قمح للشوان والصوامع. أما في البحر الأحمر، مطار مرسى علم الدولي استقبل 3000 سائح على متن 17 رحلة طيران. كمان في محافظة بني سويف تم إعادة إعمار وتأهيل 35 منزل بمركز ناصر للأسر الأولى بالرعاية. وفي محافظة الأليوبية تم اعتماد خطة الصيانة للمدارس داخل المحافظة. تفاصيل وأخبار أكثر هنعرفها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الأليوبية اعتمدت المحافظة خطة صيانة المدارس تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة للمرور على كافة المدارس بالجمهورية، واللي تم إنشائها منذ أكثر من 15 عام للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني والأسوار، وده بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. في أسيوط أعلنت المحافظة إن كميات محصول القمح المحلي الموردة بلغت 192,163 طن قمح بمختلف المواقع التخزينية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، اللي بتبلغ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع. في شمال سيناء استقبلت مدينة الشيخ زويد قافلة طبية شاملة بمستشفى الشيخ زويد بالتنسيق مع مديرية الصحة بشمال سيناء، تضمنت معظم التخصصات الطبية مع تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، بالإضافة لإجراء العمليات الجراحية للحالات اللي بتحتاج لذلك. كما شهدت فعاليات القافلة تنظيم معرض للمنتجات الأسرية لنوادي المرأة بالشيخ زويد. في بورسعيد أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استكمال المبادرة اللي انطلقت لتوفير قاعة مكيفة للطلاب في فترة انقطاع التيار الكهربائي، وتطورت ليكون هناك مدرس متميز للمراجعة معاهم وتدريبهم على طبيعة الامتحان والأسئلة المتوقعة. ووفر التحالف قاعة بإحدى القرى السياحية مكيفة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي قرابة 3000 سائح من مختلف الجنسيات على متن 17 رحلة طيران من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية، وبيأتي ذلك ضمن 144 رحلة طيران من المقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة. في بني سويف أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي إنه تم الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل عدد 35 منزل في قرية طنسة بمركز ناصر للأسر الأولى بالرعاية، وده في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة انتهاء القافلة السادسة الخاصة بإنهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطرية المركزي وتنفيذ عدة عمليات خلال يوم واحد، حيث تم إجراء 6 عمليات جراحة أنف وأذن بجانب 3 عمليات متنوعة، بعد أن تم تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة من خلال الاستعانة بالأطباء من المستشفيات الأخرى في المحافظة.